والهند بالذات ولقطات بركي الكريمة للمشاركة في اليوم فيها تقنيات ومعرفة في تطبيق الربان على الصندوق أن يقوم بهذه الحملة فيما يخص الوقاية والتي تحمل اسم صباحيات الوقاية، حيث نتنقل على مستوى عدة ولايات، نجتمع بأرباب العمل وبالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وغير اللي ماشي تبع الوصاية التي تنشط في الوقاية، منها مفتشية العمل، طب العمل، كذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطاء المهنية في البناء الأشغال العمومية والري، يعني لوبريبات. علاش خيرنا هذا المجال؟ لسببين. السبب الأول هو كثرة حوادث العمل كما سبق وعطيت لكم الأرقام. ثانيا لأن الدولة قررت تفعيل النشاط فيما يخص البناء والأشغال العمومية، هذا راح يخلي حوادث العمل تزيد، واجب علينا أنه نحمي العامل من هذه حوادث العمل. تمحور الدور تاع مفتشي العمل من خلال الزيارات اليومية التي نقوم بها على في إقليم ولاية الأم الواقي من ورشات وحتى وهذا للسهر على تطبيق القوانين وحماية العامل، حماية العامل من الأخطار سواء اكسيدان ولا مالادي بروفيسيونيل، وهذا من خلال التدخل تاعنا لمرافقة والتنصيب واحد نحتموا على أرباب العمل ينصبوا لجان النظافة والأمن، وفي غياب ذلك هناك إجراءات خاصة تولي أهمية بالغة للوقاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل بتوفير كل الوسائل الحماية الفردية والجماعية، وكذلك تسهر على تكوين العمال في مجال الوقاية.